لو 14 فيفري هذا التاريخ بالضبط كيفكرنا بواحد العيد مميز وكيحتفلوا به مختلف دول العالم واللي هو عيد الحب او لو سان فالونتان. هذا العيد كيكون بمثابة متنفس العديد من الاشخاص باش يعبروا للحب او العاطفة لبعضهم البعض، وكذلك تبادل هدايا من قبيل الورود، الشوكولا او لي كارت بوستال. لكن بزاف ديال الناس ما عارفاش شنو هو اصل احتفال بعيد الحب او سبب التسمية ديالو بهذا الاسم. وبطبيعة الحال الاساطير والروايات كتختلف، ورواية واحدة اللي تم الإجماع عليها وكتقول أن سبب تسمية لو 14 فيفري بعيد الحب كيعود للقديس فالونتان اللي اختار يعتنق الديانة المسيحية ويتخلى على الديانة الوثنية. وبهذا تم إصدار حكم الإعدام في حقه من طرف إمبراطور روما في ذاك الوقت. وكيقولوا أن أثناء التواجد ديالو في السجن وقبل من تنفيذ حكم الإعدام بعدة أيام أحب الإبنة ديال السجان واللي كانت كفيفة، وهو الأمر اللي خلاه يعمل بجد على الشفاء ديالها وكتب لها أول بطاقة عيد الحب قال فيها من المخلص فالونتان. وهكذا ارتبطت هذه الذكرى بمفهوم الحب والوفاء للقديس فالونتان اللي فدى الدين بالروح ديالو وحبه لابنة السجان. الطقوس اللي كيشتهر بها عيد الحب كتمثل في تبادل الورود الحمراء والبطاقات المرفوقة بصورة كيوبيد، وهي رمز لإله الحب في روما في عهد القديس فالونتان، واللي كيرمز لطفل صغير عنده جناحين وكيحمل قوس. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.